عبر زوم الآن، وتحدثنا معه اليوم وكان حابب إن هو يتكلم عن أحمد رفعت. معايا مانويل خيمينيس نجم منتخب أسبانيا ومدرب نادي الوحدة الإماراتي ونادي أشبيلية السابق، مدرب أحمد رفعت في الوحدة الإماراتي معايا الآن عبر زوم. يا فندم مشرفني ومنورني، أتشرف جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. بالنسبة لي هو شرف أن أتحدث معك ومع الجماهير والجميع في مصر في هذا المصاب وهذا النبأ الصادم، ليس فقط لأن أحمد كان لاعب كبير ومهاري وشاب، وكشخص هو كان شخص رائع للغاية، كان شخص حنون ودافئ المشاعر. أعتقد أنها مصاب كبير وصدمة كبيرة بالنسبة للجميع سواء في مصر أو حتى هنا. كيف تلقيت هذا الخبر ومن من تلقيت هذا الخبر ومتى تلقيت هذا الخبر وما هي ذكرياتك مع أحمد رفعت؟ تلقيت الخبر الماضي الخاص بسقوط أحمد في الملعب في مارس الماضي بسبب أزمة قلبية، والصراع الكبير الذي عاناه اللاعب في على مدار الأشهر الماضية لكي يتعافى ويستطيع أن يتغلب على هذا الأمر العارض، الأمر الصادم. ثم رأيت الأخبار الخاصة بوفاة أحمد عبر الإنترنت ووفاته. أول شيء فعلته هو أن أرسل تعازية إلى عائلته. أعتقد أن أحد الأشخاص أيضا أحد الأصدقاء حدثني أيضا عن الأمر وعن الخبر وعن أن والد أحمد أيضا توفى منذ سنوات منذ أن كان صغيرا، ولهذا شعرت بصدمة كبيرة. وبالنسبة لي أنا حزين. نعم علاقاتنا كانت قصيرة للغاية لأنه لم يبدأ الموسم معنا، جاء في الميركاتو الشتوي، ولكنه كان شخص رائع، كان يمتلك قدرات كبيرة كلاعب ومهاري وسريع، لاعب متفاني داخل الملعب وفي التدريبات، وكان يرغب دائما في التطور. لم يتأقلم على الفريق ولم يمنحه الوقت فرصة أن يظهر كل إمكاناته، ولكن ليس هناك أدنى شك في إمكاناته الكبيرة كلاعب وكشخص. أتحدث عن الجانب الإنساني أيضا، كان معي في نفس الفندق وفي نفس الطابق الذي كنت أقيم فيه، وجمعتنا بعض الأحاديث. أعتقد أنه حقق نجاحات في مسيرته في كرة القدم بالنظر للفترة القصيرة التي قضاها في الملاعب. خلال هذه الأحاديث هل كان يطلب منك البقاء مع فريق الوحدة؟ هل كان يتمنى الاستمرار في تجربة الاحتراف مع فريق الوحدة؟ ولا كان بيقول لك أنه حابب يرجع مرة أخرى للدوري المصري؟ أعتقد أنه لم يتأقلم سريعا على الأجواء في الدوري الإماراتي، لأن الدوري كان قد بدأ بالفعل والفريق كان يصارع في هذا الوقت، كنا في خضم المنافسة وفي دوري الأبطال دوري أبطال آسيا، وهو انضم إلينا في منتصف الموسم في الميركاتو الشتوي. أعتقد أنه كان يود أن يقضي وقت أكبر مع عائلته في مصر، كان يرغب في العودة. وهو نعم انضم إلينا وكنا نتوقع منه الكثير، ولكن في الوقت القصير الذي قضاه معنا في الفريق أظهر إمكانات كبيرة، وكنا بالطبع نتمنى استمراره. ولكن الأمر الذي يمكن أن أؤكده أنه كان الأمر الأول بالنسبة له في ذهنه هو العودة لمصر وللدوري المصري. أعتقد أنه كان يفكر أكثر في العودة. بالطبع كان على الجانب من ناحية الجانب البدني كان يمكنه أن يتطور أكثر، وكانت لديه الرغبة في تطويره في هذا الجانب،
ولكن هذا ما حدث في النهاية. نحن محترفون في النهاية، نمر بالعديد من الاختبارات ومن العديد من الصدمات في حياتنا، ولكن علينا أن نمر بهذه الأمور ونتغلب عليها. للأسف أنا مررت بهذا الموقف في سابقا عندما كنت مدربا لإشبيلية، كنت أعمل في إشبيلية تحديدا، والحادث الشهير الخاص بأنطونيو بويرتا عندما سقط في الملعب، واللاعب كان ممتاز على الجانب البدني وكان لاعب مهم للغاية في النادي، وكانت صدمة لنا جميعا في ذاك الوقت. أيضا عايز أذهب معك واستغل وجودك معايا وأسألك بعيد عن رحمة الله أحمد، رحمة الله عليه أحمد رفعت، رأيك فيما يقدمه المنتخب الأسباني في بطولة اليورو؟ أفضل الحديث بشكل كبير، الحديث بشكل كبير عن الجانب ليس العاطفي، ولكن أحب أن أتحدث عن الوقت الحالي، وأريد أن أبتعد عن هذا الأمر قليلا، وأفضل أن أتحدث عن كرة القدم. أعتقد أن منتخب إسبانيا قدم بطولة كبيرة، أنا سعيد للغاية من أجل لويس دي لا فوينتي صديقي، هو مدرب كبير عمل بشكل كبير وبكد كبير مع المنتخب الإسباني منذ قدومه، استطاع أن يكون منتخب كبير، منتخب جماعي يتمتع بالروح الجماعية. إسبانيا أثبتت منذ اللحظة الأولى في البطولة أنها من أقوى المرشحين للفوز بالأمم الأوروبية باليورو، وأعتقد أن ما حدث في مباراة ألمانيا يثبت ذلك، لأنك تتحدث عن مباريات إقصائية، هي مباراة واحدة والتفاصيل الصغيرة هي ما تحسمها، ولهذا أعتقد أن إسبانيا مرشحة بقوة لللقب. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وأشكر كلماتك أيضا عن أحمد رفعت رحمة الله عليه، مانويل خيمينيز نجم منتخب إسبانيا ومدرب نادي الوحدة وأشبيلية السابق، مدرب أحمد رفعت في فريق الوحدة الإماراتي. بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء.